العناصر المتهمة بالإرهاب، العناصر المتهمة بجرائم إرهابية التي قدمت خلال سنة 2013 للعدالة 690 من قبل وحدات الأمن الوطني و 653 من قبل وحدات الحرس الوطني، المجموع 1343 متهم بالإرهاب قدموا خلال سنة 2013 للعدالة. العناصر المورطة في شبكات التهريب إلى سوريا 190 قدموا من قبل وحدات الأمن الوطني، 109 قدموا من قبل وحدات الحرس الوطني، المجموع 293 ضالعين في شبكات التسفير إلى سوريا. أكثر وصلنا أكثر أو قرابة 8000 فتاة وشاب منعوا من السفر إلى سوريا، أغلبهم بطلب من العائلة. رقم مهول، أكثر من 8000. العناصر التي لقيت حتفها أثناء المواجهات مع قوات الأمن الداخلي الباسلة، 4 من قبل الأمن الوطني و19 من قبل الحرس الوطني، المجموع 23. حجزنا أكثر من 246 قطعة كلاشينكوف خلال سنة 2013، 118 بندقية صيد، 3 مسدسات، 217 قنبلة يدوية، 16661 من الذخيرة، 1320 صواعق، 520 لغم، و 270 قذائف حربية. القذائف الحربية لا تعد للاغتيال، هذه معناها حرب. هذه أرقام بسيطة تدل على عمل وحدات الأمن الداخلي والجيش الوطني. العمليات